لقب مشروع شيف إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شيف سوادي. شيف عمر، شنو هي الخبرات والقدرات اللي تشوفها بالمتنافسين اللي موجودين اليوم بالموسم الثالث على مصنع مشروع شيف؟ أولا أرحب بهم وأرحب بحضرتك. شكرا جزيلا. أهم وأحلى خبرة بالعشرة الموجودين أنهم عندهم روح التنافس وعندهم روح التعلم وجايين بكل لهفة وبكل شغف، وإن شاء الله يا ربي نقدر نوصل وياهم. أنا بالنسبة لي هسه أشوفهم 10 مشروع شيف، وإن شاء الله نوصل وياهم لهذا الشيء، حتى لو واحد بس أخذ اللقب، بس المهم أنا أريد أوصل وياهم أن يكونون 10 مشروع شيف. شكرا جزيلا لك شيف عمر. شيف عرفان، شنو هي النقاط القوة والضعف اللي شفتها بالمتنافسين؟ أكيد تم اختبارهم اختبار نظري بالبداية، شنو هي القوة والضعف اللي شفتها بهم؟ نقاط القوة والضعف. أول شيء رحب بجنابك وطهات الكبار شيف عمر وشيف محمد. شكرا شكرا جزيلا. أقدم شكر لجنابك، ودائما أتمنى التوفيق لكل المشتركين الموجودين. إن كانت أكو نقاط ضعف أو نقاط قوة، فإحنا علينا إنه نشتغل عليها. ماكو شيء اسمه نقاط ضعف وقوه بعملنا، انه احنا كمدربين واحد كان واجبنا انه الكل يكون برينج واحد والكل يكون بمستوى واحد، بالتالي راح نحصل 10 مشروع شيف. ودائما انصح انه يهتمون بالفرصه اللي اتيحت لهم، وكل موسم اقولها اذا هبت رياحك فاغتنمها. شكرا جزيلا بالتوفيق يا رب. شكرا جزيلا لك شيف عرفان.